السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بدأ مرض أخيه بهذا البلاء المستجد، هذا ما قاله سعيد الناصري الممثل للمغاربة، وهذا ما طلبه من المغاربة سواء كانوا في المغرب أو في خارج المغرب. نتمنى الشفاء لأخ سعيد الناصري، ونترككم مع هذا المقطع لسعيد الناصري. السلام عليكم، أنا بغيت نوجه لكم واحد الرسالة، لأنني الآن تنعيش واحد المأساة كبيرة بزاف، وهو المرض ديال الأخ ديالي اللي أصيب بهذا الفيروس اللي هو كوفيد-19 كورونا. الأخ ديالي الأكبر اللي هو السي محمد الناصري، والآن يصارع الموت وهو في العناية المركزة وبعيد عليا، وما قدرتش حتى نخرج أنني نمشي نشوفه أو نطلع عليه أو نعرف أشنو وقع عليه. فلهذا الله يجازيكم بخير، بغيت نوجه لكم هذه الرسالة، خليكم في ديوركم، ما تخرجوش من ديوركم، بقاو في ديوركم، راه أي واحد ممكن يتعرض للخطر وممكن يعرض الخطر لواحد آخر. ما بغيتكمش تكون عندكم هذا الإحساس وهذه الأيام اللي تنعيشها. فكروا في الأطباء اللي مساكن بعد على وليداتهم في الفراملية، في الناس اللي خدامين كلهم في السبيطار، فكروا في دوك الناس لي زومبيلونسي اللي تاهما تيعانيو، فكروا في البوليس اللي كاع النهار هما تيجريو وحلين معنا غير باش ندخلوا لديورنا. الله يخليكم، هاد الناس خصنا نعاونوهم، لأنهم هما بوحدهم راه الله يكون في عوانهم، راه ما تيشوفوش وليداتهم. السلطات، القيادة، المخازنية، كلهم هاد الناس متجندين من أجل المصلحة ديالنا حنايا. الله يحفظكم، ما تخرجوش من ديوركم، ما تغامروش، لأن المسألة خطيرة جدا، وبغيتكم كاملين تدعوا مع الأخ ديالي باش ربي سبحانه وتعالى يشافيه ويشافي جميع المرضى اللي كاينين، ويشافي جميع المرضى اللي عايشين في المغرب واللي خارج المغرب. الله يجازيكم بخير، ندعوا معهم، الله يحفظنا جميعا يا رب. يا نتمنى الشفاء لشقيقه من هذا المرض ولجميع المرضى المغاربة أينما كانوا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا جميعا أن تدعو لهؤلاء المرضى بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأن يرفع عنا هذا البلاء في أقرب وقت، إنه سميع مجيب.